السلام عليكم عم فواز. أهلاً أهلاً يا عبده. هاي يا قلبي، وعملك اللي بالشميز حقي. الشميز الدكو سلم أو جاهز يا سلام. ها؟ الشميز. الشميز. أيوه عم فواز. الشميز. ها عبده. موضة. قطعك عليك. وعملك بالشميز. أديك أنا بديك لا أدري عمي فواز. ها. أنت داري كيف أنا شاعجب لك. أقول لك جزعة منا منا منا. أيوه. وأنا على قصة الشميز حقك. سهوك مع دروكيننا واقتطع واقتطع. إذا أنت كنت معجب بالبنت وتحبه كلم عمك فواز يخطبه لك. أيوة أنا داري، بس أنا ما نش داري إن البنت تحبني، وعد أنا ما كلمكش. ها طيب كلمه ولا أنا شا كلمه لك. أنا تكلمي إيش؟ قسما بالله لبسقك نصين. أنت قد المسك هذه؟ ها؟ أنت قده؟ لا خلص. والله لا كلم عمي فواز. لا لا نبديك أنا بدي روحك. دحين الشميز أعرف بدله اثنين، اصبر عليا بس. ها طيب مع السلامة عم فواز. الله معك عبده. فستان جاهز يا سلام؟ يا فستان. إن شاء الله عصر يكون جاهز. طيب لازم يكون جاهز العصر، ما تتأخرش. ما تأخرش، أنا مش هتغدى إلا وقهوة جاهز إن شاء الله. خلاص إن شاء الله، وأنا برجع العصر عشان أخده. في أمان الله. سلام. وعليكم السلام. طب معانا فلوس نخطب لك؟ لا لا ما نقلش ان انا اش تخطب. اه عيونك شنكعين اش تكذب عليا؟ لا 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 يا عم صالحة، ماشي انت حسي السر بعيد. خلاص خلاص لا بعيد ولا قريب. بس ها شراعي لك لما انت قلت قول لي من نفسك كماني والله شخدمك لله في لله. يا سلام لانك ما تسخش. تسلم يا سلام. الله يحفظك. ما عملت لي بالمقارم؟ المقارم جاهزات جاهزات يا عم سلام. الله يسعدك يا سلام. الله يسعدك.